الإنترنت مشاهدينا عالم مليء بالكنز الحقيقي، وفي الوقت نفسه عالم مليء بالمخاطر. الإنترنت ثروة من الاتصالات اللي لها سلاح ذو حدين. لو أحسننا استخدامه استفدنا، ولو أسأنا استخدامه أكيد تضررنا. في هذه الحلقة سنخصص الحديث عن مخاطر الفضاء الإلكتروني. نرحب أولا بضيوفنا، سلمى صالح أحمد منتخبة ومسؤولة محلية، محمد ظاهر مندوب وزارة المرأة والأسرة، الشيخ وضاح إمام مسجد الملك، وأخيرا حسن طاهر روبلي مندوب وزارة الثقافة. أهلا وسهلا معنا بالاستوديو في حلقة هي الأولى من نوعها اللي أنا بعتبرها مهمة جدا، لأن بصراحة أصبحنا بقينا قليل ونخرج عن السيطرة من اللي بنسمعه ومن اللي بيحصل حوالينا، واللي قلنا أنه لازم ناخد خطوة. فأهلا بكم في استوديوهاتنا، وحنتكلم في الظاهرة للأسف انتشرت في الأونة الأخيرة، ألا وهي ظاهرة سوء استخدام الإنترنت. حنبدأ بك سلمى، ألا وهو السؤال، أين دور الأسرة هنا؟ يعني مراقبة الأسرة ضرورية جدا بالنسبة للأولاد والبنات في استخدامهم للإنترنت أو للهواتف الذكية بمعنى الكلمة يعني. فهل مراقبة الطفل دائما في استخدامه للإنترنت ده حيفيده، ولا احنا بنضيق الخناق حواليه وبالتالي يلجأ لاستخدام اللي ممنوع مرغوب ويروح يشوف الحاجة اللي احنا حرمينه منها يشوفها برا؟ فإيه هو المراقبة اللي هي بطريقة غير مباشرة بتكون مفيدة ليكي، بتكون مطمنة وفي نفس الوقت بتكون أمنة للطفل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخت ميسون. يقول الحبيب المصطفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راعي مسؤول عن رعيته. نعم. والأولاد هذول نعمة من الله. نعم. وأمانة بنفس الوقت، ما يحتاج تضيقي عليهم بنفس الوقت، وما يحتاج كمان تفكي لهم الحبال. نعم. لأنه لما يكون طفل أنت مسؤولة عنه، لابد تراقبيه، أول مرة تربي له الحب، تكوني أنت الأساس. التربية الدينية داخل البيت لازم دائما توعي الجهال، تعلميهم الدين، تعلميهم إيش الصح وإيش الغلط، زي ما تقولي لهم هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. يحتاج تضمي أولادك لقلب، تربيهم الحنان، الصدر يعني الحنون، وبنفس الوقت تأخذيهم بعقل وبعلم دلادلة، تطبطبيهم، تبعدي منهم المكان البطالة. يعني زي ما قلتي في النت في حاجة فائدة كبيرة، وفيه بنفس الوقت فساد. نعم. الجاهل لما تخليه بحريته، لأنه طفل ما عنده رقابة، بيدخل أي مكان. عشان كده المسؤولية ترجع على الوالد والوالدة، لازم يراقبوا أولادهم وما يهبوا لهم كمان النت بكل 24 ساعة في كلهم، يكونوا وقت محدد ويكونوا دائما يكونوا معاهم، ويكونوا في صالة كبيرة، عشان الجاهل ما بيقدر يدخل في مكان البطال. بنفس الوقت تشوفيه، بنفس الوقت كأنك تدخلي وتجيبيه كده وتجلسي جنبه، الصغير خلاص مراقب. هذا هو يعني دور، يعني هذا كلام يعني. طب وأين نحن كأسرة؟ يعني مثلا لما الطفل يروح من المدرسة، أو أوكي، الطفلة يشتكي للأم مثلا شاف إيه في المدرسة، سمع إيه، تعامل إزاي مع زملاء الأم، روح للوالد، روح لأبوك، يروح للأب، لا روح لأمك. في الحالة دي بيفضل الولد تايه ما بين الأب والأم. فهنا في اللحظة دي الإنصات للطفل ضروري جدا، ألا وهو الاستماع للطفل، لأنه بالتالي حيلجأ لأصحاب السوء. هنا إحنا بنفتح له المجال إنه أكيد يروح لأصدقاء السوء، يعني يحكي لهم، يرتاح لهم. فأين نحن من الإلمام واحتواء الطفل؟ نحمل المسؤولية أكيد الوالدين، يعني الأم والأب. نعم. إذا ما يكونوا يعني ينصتوا للأولاد حقهم. نعم. هم يعني اللي ضيعوا الأولاد. نعم. نقول لهم اتقوا الله،
في ناس ما عندهم الأولاد يتمنوا، أنتوا ربي عطاكم هدية. نعم. اتقوا الله في الأمانة وشوفوا أولادكم وكونوا دائما الأذن المسموعة لأولادكم وناقشوهم، ومش يعني خلاص القائل يقول لك إذا كبر اسمه ابنك خاوي، عندنا اللغة العرب نقول. نعم. لازم وأنت وهو جاهل لازم تربيه الأمان، وإنه يقدر يحكي لك كل كلام، وأي أي مشاكل أي حاجة تصادفه لابد يكون هو يكون صديق للأم أو الأب. إذا البنت تكون دائما تكون صديقة للأم، والابن كمان لازم يكون صديق للأم والأب بنفس الوقت. يعني إذا الأم والأب يعني فتحوا الصداقة ما بينهم وبين أولادهم، أكيد الجهال بيمتنعوا من المعصيات ومن الحاجات البطالة، لأنه بيستشوروا إلا الوالدين، الوالدين كمان بيهبوا لهم نصيحة تمام. لكن إذا الأم والأب مشغولين وما عندهم وقت لأولادهم، طب هم ضيعوا أولادهم، نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، اتقوا الله وارجعوا إلى يعني دينكم وامسكوا الأمانة الذي ربي عطاكم. يعني هبوا لأولادكم حتى وقت معين عشان تشوفوا أولادكم بتربيتهم ورشدهم وسماعهم ونصيحتهم، هذا هو يعني الدور الوالد والوالدة. لا والأهم من كده كمان إن إحنا يعني نعطي الثقة لأطفالنا، يعني نربيهم على الثقة والمبادئ. أكيد. بالنسبة للطفل ده كله على حسب الأعمار، يعني أكيد. مثلا للطفل 13. من سن مثلا خمس سنين أو لحد مثلا 10 سنين نقف جنبه، نحاول نختار له المادة اللي تناسبه اللي يشوفها، ما تكونش لأنه شوفي احيانا بيكون الطفل بيستعمل الانترنت وفجاه يجي اعلان اباحي، يعني بيكون بيتفرج عليه بدون قصد. ايوه بدون قصد. فاحنا هنا ممكن نراقبه، يعني الطفل اللي في العمر ده. أكيد. لكن اللي اكبر من كده يعني بيكون خلاص ميال لسن المراهقه، فيعني انا بقول انه السن ده سن حساس جدا، ما ينفعش الاوامر معاه وما ينفعش تضييق الخناقه عليه. صحيح. ايوه لازم التعامل معاه بحرص وشويه من المجامله لا باس. أكيد. وننزل لمستواهم الفكري علشان نقدر نحتويهم. فالثقه ضروريه جدا. انا اعرف كتير من العائلات، والله اعرف كتير من العائلات ربوا اولادهم تربيه سليمه ما شاء الله، وسفروهم بره ودول اجنبيه ما فيش لا مخدرات ولا حشيش، خلصوا تعلمهم ورجعوا. ليش؟ لان التربيه من الساس. اكيد. كانت سليمه، فيها توجيه، ما فيهاش اوامر. في فرق بين الاوامر والتوجيه. كل ما بنؤمر اولادنا بنفشل. اكيد. التوجيه والسياسه. طيب ننتقل للسؤال اللي هو اهم، دور وزاره المراه والاسره مع محمد طاهر. عفوا محمد، لان معايا حسن طاهر ومحمد طاهر. الله محمد. ايه دور وزاره المراه؟ لانه هي دورها مهم جدا وحساس، لانها في نفس الوقت مسؤوله عن الطفل، الاسره كلها. ف ايه هي سلبيات الانترنت وايه هي مخاطر الانترنت وايه هو دور الاسره في الموضوع ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوزاره في قسم مخصص للاطفال. هذا القسم دائما يقوم بالتوعية الأطفال. نعم. عبر الوسائل الإذاعة أو نرسل أشخاص إلى سيديهات ومراكز التنمية المجتمعية لتوعية. نعم. الشباب. نعم. إلى التربية والتوجيه نحو الأحسن. نعم. الإنترنت له أضرار وله فوائد. الانترنت له فوائد وله اضرار. اضراره مثل الاطفال يشاهدون عبر الانترنت المشاهد العدوانيه. نعم. تسبب المشاكل، تسبب العدوانيه او مشاهد اخرى تسيء الاخلاق، اخلاق الطفل. نعم. لذا لو ما يقوم الاب أو الأم بمراقبة الأطفال عن بعد. نعم. سيتمرن أو سيستمر بمشاهدة. أي. تلك. لذا دائما الوزارة تقوم بتوعية الوالدين بمراقبة أطفالهم، على مراقبة أطفالهم، وكمان نعمل دورات توعوية للأطفال
لا أقول الأطفال، الشباب المراهقين، يعني الأطفال الصغار أصلاً لا يشاهدون تلك المشاهد، الأطفال الشباب والمراهقين هم الذين يشاهدون أو يستعملون دائماً الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. لذا دائماً نحن نذهب كوزارة إلى مراكز التنمية المجتمعية وإلى الجمعيات، إلى الجمعيات في الأحياء، ونعمل دورات لتوعية الشباب إلى تربية الأحسنة، التربية الحسنة والأخلاق السليمة، حتى ينشأ الأطفال بتربية والدين والثقافة والعادات البلد السامية. طيب كيف نستفيد من الإنترنت؟ الإنترنت يقال سيف ذو حدين. نعم. إذا استعملته بطريقة جيدة يكون أحسن وتستفيد منه. أما بالطريقة الأخرى وغير جيدة، إذا لو استخدمته له مشاكله وله أضراره. لذا علينا أن نستفيد من الإنترنت، لأن الإنترنت وسيلة جيدة تتواصل الأشخاص والأمم ويستفيدون منه ويستفيدون منه أشياء كثيرة لم يجدوها بسهولة. الإنسان لو عمل بحث يستفيد منه أو يريد أن يزيد تحصيله الدراسي يستفيد منه، لذا نستفيد أكثر. يعني أصبح أهم شيء في حياتنا، خاصة إحنا الأشخاص العاملين كصحفيين، بالنسبة للمجتمع سهل أمور كتير، ممكن تحصل أكيد على معلومة في ثانية أكيد. وبالنسبة للطلاب يعني استفادوا منه في بحثهم في دراستهم. يعني بصفة عامة الإنترنت ضروري ضروري في حياتنا، أصبحنا بنروج لمنتجاتنا المنزلية عن طريق الإنترنت. سبحان ها؟ بنذهب لأهالينا عن طريق الإنترنت لو إحنا مش قادرين نروح لهم، بنتواصل معهم يوميا. الأم بتتفقد ابنها في الخارج عن طريق الإنترنت بيرتاح قلبها. يعني الإنترنت أصبح مهم في حياتنا. التليفون لو خرجنا ونسيناه في البيت بنصاب بانهيار عصبي، يعني من كثر ما كل شيء. ما الهواتف أصبحت ضرورية في حياتنا، في حياتنا. طيب سلمى، السؤال يعني ممكن يكون شوية يعني يحتاج نعطي له شوية من الأهمية. التعامل مع المراهقين اللي هم دايما في حالة تمرد وعناد، يعني عايزين كلمتهم، شايفين إنه أهليهم يعني دقة قديمة مش مواكبين للعصر، فكيف ممكن نتعامل مع سن المراهقة ونوجهه الطريق الصحيح للإنترنت أو لاستعمال الإنترنت؟ في ناس عناديين زي ما قلت صحيح. أيوة أيوة. بس العناد له حد، كل واحد هو سياسته. إذا كانوا على قولتهم يعني دقة قديمة أهلهم، ترجع الأم تتعصر مع الدقة حقهم عشان تعيش معهم، تشوف إيش التطلبات حق دحين العيال الزمن الجيل حق دحين، يعني تنزل لمستوى تفكيرهم قصدي، تنزل أيوة. عشان تصاحبهم عشان أنت تشتي تمشي مع الشخص هذاك أو يعني ترافقيه، لابد تكوني زيه أول حاجة. إذا تأخذي أسلوب حقه نعم. علشان تقدري تقنعيهم. هي. إذا ما تأخذي أسلوبه ما تفهم إيش يفكر، ما بتقدري تقنعيهم، مستحيل. صحيح. يعني زي ما الحجر، يعني تقولي الحجر يعني تعال الحجر بيجي لك، مستحيل. العيال حق دحين كده، بس حاولي تمشي معهم، تشوفي إيش يعني خططهم، إيش يعني زي ما تقولي تفكيرهم، تقولي لهم والله يا أولادي نحن كنا كده، ودحين ندو علشانك يا ابني داني مشيت معك هكذا، لكن بنشوف الافضل، تعال بقى ندخل الاحسن. نعم. توجهيه وتدعي له، والدعاء هي كمان اكبر يعني ان توفيق للجهال، تدعي لهم بالهدايه وتحاولي يعني تصاحبيهم وتقنعيهم، مش ترويهم العنف. نعم. الجاهل دحين حق الزمن تروي العنف، يطير منك العنف ده، يطير منك يروح عند اصحاب غير يعني صحيح طيبين. صحيح. يعني حاولي تنزلي معه تتنازلي، ورقم انك انت يعني تتنرفز نازلي نفسي، خليك قدام ابنك كانك انت مسكينه طيبه معه عشان تكسبي ابنك اللي يروح منك. طيب سلمى، بالنسبه للمعاكسات الهاتفيه، ودي مشكله، يا سلام عليهم، سواء قدامنا ومن ورانا، يعني تكون تكلم ولد على اساس تكلم بنت والعكس صحيح.
طيب كيف نتعامل؟ لأن عندنا بعد قليل برضو لقاء مع الشرطة الوطنية في الموضوع ده. البنت. كيف تتعاملي مع بنتك يعني والمعاكسات الهاتفية؟ لأنها أصبحت مشكلة، لأنها في الآخر بتأدي لابتزاز لو الإنسان اللي بتتواصل معاه ما عندوش ضمير مثلا. أكيد أنا أول مرة ما عندي بنات الحمد لله، لكن عندي بنات الذي يعني بنات الحارة أعتبرهم بناتي وبنات يعني فمي حقي. في دحين زي ما قلت الإنترنت يكون رجال يعني رجال كبير بالعمر يخلي نفسه ولد شباب صغير، صحيح بيقول لي أنا كذا أشتغل بكذا، والصغيرة يعني إذا ما تحصل أم جنبي توعية تقول لي والله قزعنا المراهقة هذه حسي كانت بي وما تصاحب بنتي، بنتي بتضيع على طول. وإذا غلطت البنت وتقول لي يا أم يا بنتي حتى نحن مرة غلطت، حتى رغم إني ما غلطت غلط يا بنتي، وتكلمت مع أمي، أمي لحقني كان استوى علي زمان بتجيب كده بحاجة أيوة عشان إيش تصاحب بنتي، استوت علي كده مرة والحمد لله إنه أمي لحقني لأني كلمت أمي. حتى بنتي لو وقعت مشكلة بدون ما تحس بتيجي البنت ما تقول أمي وقعت بهذيك المشكلة وراحت كلمت أمي، أمي نقدني بتيجي حتفك باب بيني وبين بنتي. نعم بتحصل الاطمئنان والصدر الحنون، بتقول لي يا امه كده كده عنده استوى عنده واحد كده يراسلني كده يراسلني، الام بتقدر توقف معاها. لكن اذا الام لسه يعني قويه يعني يعني جباره تسيح فوق البيت تسيح تربيش كده، اكيد البنت بتخاف بتروح بتنحرف. ما هذا اللي بنقول عليه الاحتواء. بتنحرف بتروح عند اصحاب مش طيبين وبتضيع البنت بتطيح منها بدون ما يرفع لها جفن. بعدين الأساس أن يحمل المسؤولية لمين؟ للأمهات، خلي تنازلوا يكونوا مع أصدقاء مع بناتهم ومع أولادهم. نعم. وربنا يصلح الأمور. طيب نيجي الشيخ وضاح بالنسبة للنقطة هذه ممكن نضيف يعني؟ أيوة ممكن. الطفل المراهق يحتاج إلى أمور عدة. طيب. لأنه خرج من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة أخرى. نعم. أكيد. والوالد بقى في مرحلته المتمكنة. نعم. كوالد. نعم. في البيت له أوامره وله نواهيه، ولكن الطفل الآن الذي يعيش الآن في هذا العصر لا يتماشى مع أوامر ونواهي الوالد الذي بقى في هذا العصر القديم. في الأجل ذلك الوالد دا لازم ينتبه لهذه المرحلة التي يعيش فيها. نعم. لو الوالد جاء بالأوامر والنواهي الطفل ممكن يستلم الأوامر والنواهي في البيت، لكن إذا خرج خلف من خلاف. البيت أيوة خلف خرج خلاف. من البيت أيوة. يتحول إلى شيء آخر. أيوة الوالد يجب عليه أن يعمل برنامج آخر غير الذي في المدرسة غير الذي في البيت، برنامج آخر في خارج البيت، يخرج مع بنته يخرج مع ولده إلى خارج صحيح. البيت يعمل برنامج يحتويهم الاحتواء بيلعب دور يكلف بحث في داخل الإنترنت برنامج يفيده له ولأسرته. أي. يكلف برنامج يفيد الأولاد الصغار منه، الولد الكبير أو البنت الكبيرة تبحث برنامج والوالد يتابع هذا البرنامج حتى يستفيد الأولاد الصغار، تعلمهم تثقفهم. البنت الكبيرة أو الولد الكبير تجعلهم مراقبة لأولاد الصغار، تربي عن طريقها عن طريق الأولاد الصغار، وأنت تربي البنت الكبيرة أو الولد الكبير بطريقتك غير مباشرة، لأن الطريقة المباشرة تنفر أكيد طبيعي، لكن الطريقة غير مباشرة تقرب. وثانيا يجب على الوالد أن يفهم هذه المرحلة. إذا أراد الوالد أن يبقى أولاده على طبيعتنا الثقافية الإسلامية المحترمة لابد أن يتعلم الإنترنت. يعني باختصار لازم الأب والأم يكونوا قدوة لأولادهم، مش معقول نحرمهم الإنترنت وإحنا 24 ساعة على النت. لازم إحنا كأب وأم نكون قدوة لأطفالنا عشان لما نيجي نتكلم معهم في موضوع وخاصة موضوع الإنترنت يكونوا يستوعبوه وهم على ثقة منهم إنه يعني إحنا مخلصين معهم في الكلام وفي التنفيذ وبالفعل. فالشيخ وضح إيش رأيك في حكاية اللي هي المعاكسات الهاتفية يعني من الناحية الدينية ومن ناحية الشريعة؟ الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر وزارة المرأة والأسرة وأشكر السادة ميسون على هذه الاستضافة الجميلة وهذا الموضوع المهم جدا. نعم. الذي لن يسلم منه أحد. طيب. لابد لا نكون كالنعامة نختبئ وإنما علينا أن نواجه الواقع. نعم. وقبل أن نجيب على سؤالك السادة أنا أريد أضيف إلى ما قاله الإخوة وهو ليس فقط أن
أن نعطي الثقة. نحن أمامنا نوعين من الأولاد، صغير ونوع مراهق. نعم. النوع الصغير هذا نوع كالعجين، لابد أن نساعده في اختيار برامج المسلية والمفيدة في نفس الوقت. لابد أن أكون دائما معه وأعطيه وقت كما قالت الأستاذة، وقت محدد، لأنه هذا يضر بصحته في النهاية. نعم. أنا ليس من باب سوء الظن لأنه صغير، لكن من باب أنه هذا حيضر صحته العامة، حيضر نظره، حيضر، وبالتالي أنا أساعده في اختيار برامج وكذلك أعطيه أوقات محددة. لكن أمام المراهق هذا الذي الفضاءات لا تتسع له، نعم، وما سأضبطه، نعم، يمكن يروح خارج البيت. لو أنا ما أعطيته الذي يريد في البيت، تأكد أنه حيروح يشوف خارج البيت. نعم. أنا أعرف أسر كانت لا توفر التلفزيون في البيت وتحرمه، وأعرف أن أولادهم كانوا يذهبون إلى بيت الجيران ويشاهدون أفلام التي لا يريدوها الأب، ليس نعم. أفلام كرتون، أفلام كبار، نعم. وبالتالي لو أن هذا الأب وفر التلفزيون وفتح لهم أشبع رغباتهم، ما كانوا ذهبوا لبيت الجيران يتفرجوا أشياء سيئة. نعم. وبالتالي نحن ضد هذا الشيء طبعا. المراهق هذا يحتاج إلى كما قالت الأستاذة أن نخاويه، لكن قبل أن نخاويه وقبل أن نعطيه الثقة، لابد هو كان في سن الصغر أن نزرع فيه الرقابة الذاتية. الرقابة. نعم. يعني الخوف من الله في كل مكان، الله الذي يراقبك. نعم. أنا أثق فيك وأنا أعطيك كل شيء وما قصر في حقك، لكن اعلم أن هناك عين تراك لا تنام. سبحان الله. وأعلم أن هذه الأمور تفعلها في بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنا لا أحسبك عليها، الله سيحاسبك عليها. نعم. وأعطيه فلترات، أعطيه مرشحات التي يستطيع من خلالها يختار برامج مفيدة، حتى وإن وقع في الغلط يعرف أنه وقع في الغلط يحاسب نفسه فيما بعد. نعم. لكن نتركه هكذا مصيبة. الأمر الثاني طبعا المعاكسة الإلكترونية كالمعاكسة العادية، هي لا تختلف عنها سواء بسواء، بل وأخطر. نعم. نعم. أخطر من ناحية أنه الإنسان لا يعرف من هو خلف الشاشة، نعم، من هو في الجهة الأخرى. لكن معاكسة على الواقع، تعرف هذا الشخص كبير صغير، مناسب لك غير مناسب لك، نعم، من سنك من غير سنك. وللأسف كمان شيخ وضح، أصبحت الفتيات هي أكثر نسبة معاكسات من الفتيان، تخيل. صحيح. يعني ودي مشكلة. صحيح. لأنه الأم، لأنه الفتاة بتمثل الزوجة، بتمثل الأم، بتمثل كل حاجة في حياة الراجل عكس الراجل. صحيح. فكيف إيه هو دور الإسلام بالنسبة للمراهقين الفتيات؟ أنا بركز على الفتيات لأنه الفتيان أمرهم سهل. في كتير فتيان عندهم ضمير كمراهقين. صحيح. يعني يقول لك أنا عندي والدتي، أنا عندي أختي، أنا في يوم من الأيام حتجوز يكون عندي بنتي. لكن الفتيات خارجات عن السيطرة أصبحنا يعني للأسف. فكيف التعامل مع الفتيات المراهقات؟ شوفيت، التعامل مع الفتيات المراهقات والفتيان المراهقين على حد سواء. هو يختلف أن المرأة البنت غالبا تحكم العاطفة. نعم. وإذا ما وجدت الحنان والعاطفة الزائدة والمدح من الأب خاصة، لأنه هو يمثل الذكورة. نعم. أنا ما أريد أمها تمدحها. أيه. أنا أريد أبوها يتغزل فيها. أيه. يتغزل فيها معناه أنه ما شاء الله بنتي جميلة، وأنت إن شاء الله، وأنت كذا وأنت كذا، يمدح فيها الأب، لأنه هي تريد رجل هذا يشبع غريزتها مش أمها. نعم. ويحتاج الأب والأخ دائما يشكروا طعامها، يشكروا لبسها، يشكروا شكلها، يشكروا أدبها، يشكروا تعليمها. نعم. هذا الإشباع لابد تجده في البيت عشان ما تبحث عنه في الخارج. هذا أول شيء. ثاني، أغرس في قلب ابني وبنتي، لا أفتح المجال لأي شخص لا أعرفه. أي. نعم. رقم يأتيني. صحيح. صحيح. أنا شخصيا يأتيني أرقام مجهولة، أول سؤالي يا أخي من أنت، عرف عن نفسك. نعم. الإجابة التالية، لو ما عرف عن نفسه أحضره مباشرة. ما في ما أترك لبنتي، ما نتسهلش في الموضوع ده. هذا لابد يكون حازم. نعم. ما أترك لبنتي يأخذ ويعطي معه. يا أخي من أنت، إيش تريد؟ لابد يكون واضح. إذا شفت أنه يلف ويدور ويتلوع ويجيب كلام كذا، أحذفه على طول. حضر مباشرة. هذا لابد أغرس في عقل بنتي وابني. لابد أجلس معهم جلسات تربوية، أحكي لهم قصص بنات أخذوا غيلة من أشخاص ذئاب بشرية. نعم. كانوا يظنون أنهم أصدقاء، أو كانوا يظنون بنات أو ناس يعني أصحاب مشاريع وبرامج دعوية وبرامج اجتماعية، وتعالوا معنا وساعدونا، وطلعوا ذئاب بشرية. أحكي لهم قصص حقيقية وقعت كثيرة في العالم. نعم. في جيبوتي. نعم. فهذه أنا أعطي لبنتي حصانة أنه توقع بالفخ. لابد التوعية. نعم. لابد أوعيها بمخاطر التواصل مع أشخاص مجهولين. يا أختي ميسون، نحن لا نتكلم فقط عن
مسألة إباحية، الآن نعم. عندك أفكار إلحادية، نعم. عندك ناس يقرون الناس إلى القتال وتصفير سوريا وإلى فينا وإلى نعم. أشوف ابني بكرة في جيبوتي حدثت، أشوف ابني بكرة بكرة موجود في سوريا يتواصل معي في سوريا يحارب. سبحان الله، أنت تتكلمي عن الآن ذئاب بشرية مش بس إباحية فقط. أيوة عن أفكار إلحادية، استغلال شخصية الشباب منحرفة، عن غلو في الدين، عن أفكار غريبة عن مجتمعنا وعن عقائدنا أيوة. وعن عاداتنا. صحيح، هذه خطورة كبيرة جدا، لابد نحصن أولادنا من هذا الشيء. طيب بالنسبة لحضرتك ودور المساجد، هل المسجد له دور حاليا في التوعية، توعية المراهقين أو الشباب بالنسبة للإنترنت؟ هو حاليا ليس، لكن المفروض يكون له دور. إذا لم يكن يعني هل أقمتم مثلا خطب من خطب الجمعة في الحديث عن المواضيع دي لتوعية الشباب أو؟ نعم نعم، قمنا في الأسبوع الماضي خطبة عن هذا الأمر. نعم. لكن لا يكفي خطوة يا أستاذة، أنت تتكلم عن مشروع ضخم، نعم، عن هجمة شرسة من جميع أصقاء العالم ضد أولادنا وأطفالنا وفلاذة كبادنا، هل يكفيها خطبة؟ لا لا ما يكفيها، بس كبداية، لأن أيوة. إحنا دلوقتي قبل ما الموضوع يخرج عن السيطرة ويعني الله لا قال يعني تحصل صحيح. أوامر حاجات كثيرة وحشة بالنسبة لمخاطر الإنترنت، إحنا بنحاول كتوعية وبالإلمام الأسر وكذا، ومن ناحية خطب الجمعة برضو لأنه في كتير برضو شباب متدين، فبنحاول إن إحنا جنب لجنب صحيح. إن إحنا نحد من أمور مخاطر الإنترنت صحيح. مش إن إحنا نمحيها، ده مشكلة عالمية، لكن إن إحنا بس يعني نوعي شبابنا ونشوف هنعمل إيه بالنسبة لأطفالنا صحيح. عشان يعني نظبط الأمور. نحن محتاجين خطب ليس خطبة. أيوة. في هذا الموضوع نحن بدأنا للحمد خطبة الأسبوع الماضي، لكن محتاجين نكرر هذه التجربة. نعم. ليس في اتجاه واحد فقط. أيوة. نحن محتاجين خطب توعي الآباء. ما هم دون المشكلة. أيوة. هو مربط الفرس هنا. أيوة أيوة. محتاجين خطب تخاطب الشباب. نعم. محتاجين خطب في الرقابة الذاتية، في تنمية خوف الله سبحانه وتعالى والرقابة، هذه أمور. نعم. محتاجين كما يقولوا سلسلة من الخطب أو نعم. كوكتيل من الخطب، مجموعة خطب تكمل بعضها بعضا في هذا المجال. نعم. حسن، أنا أضيف شيء. هذا الأمر يحتاج إلى شيئين اثنين. الشيء الأول هو التربية الجنسية، العلاقة بين الرجل والمرأة أو المرأة والرجل. نعم. فهذه تحتاج إلى تربية وفهم. الأم تحتاج إلى أن تفهم هذا الأمر حتى تربي، والأب يحتاج أن يفهم حتى يستطيع أن يربي. نعم. لأن التربية ليست بناء حجر، بناء خشب، بناء برنامج في داخل الكمبيوتر، هذا بناء إنساني. نعم. الله خلقه والله وضعه في جسمه أشياء لا يستطيعها أي إنسان أن يخترعها. نعم. والعلم بعد ذلك، لأنه الوالد أو الوالدة إذا لم تتعلم الشريعة الإسلامية، الثقافة التي نحن فيها، ثقافتنا الخاصة، إذا لم تتعلم الأم ولم يتعلم الوالد لن يستطيع أن يربي ابنه ولا بنته. نعم أكيد. فهذا الأمر يحتاج إلى من الوالد أولا أن يفهم هو، وأن تفهم الأم التربية قبل العلم والتعليم. أحيانا الولد يتعلم العلاقة بين الرجل والمرأة في داخل المدارس، نعم، عن طريق الإنترنت، عن طريق الأصحاب، عندما يرجع إلى البيت لا يجد هذه الأمور أحد يتكلم، الكل يسكت، ولا يمكن أن تتكلم البنت أمام والدتها أو والدها بهذا الأمور، والوالد لا يستطيع أن يتكلم لأنه لا يفهم. هل هناك تربية جنسية في شريعتنا في ثقافتنا؟ الوالد الذي يعيش الآن لا يفهم هذه الأمور. إذا لم يفهم الوالد هذه الأمور فالابن والبنت يتيعان في هذا الوادي الذي نحن نتحدث فيه، الإنترنت وما أدراك. أيوة، الوادي اللي احنا متحدث فيه، لأنه زمان أسلفنا ما كانوش بيكلموا أولادهم لا عن ثقافة جنسية ولا يحزنون، لكن بسبب الإنترنت والانفتاح لازم نكلم أولادنا، ولازمان مع أن أنا شايفة برضه مع أنه مش لازم كتير، لأنه خاصة مع المراهقين، لأنه بيكونوا أساسا محتاجين لكلمة حنينة، ما بالك بقى لو كلمناهم في مواضيع زي دي يعني. بس أنا شايفة أنه نحط أمامهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، هو ده الحل الوحيد، نعطيهم الثقة في نفسهم، وفي نفس الوقت نبين لهم أنه ما فيش أحسن من أنه نشوف اللي بيراقبنا من فوق. صحيح.
ده اللي أنا شايفه. وبالنسبة الذي أنا أقوله نفس الشيء. أيوة. أنا نعلمهم الشريعة أيوة. الإسلامية كيف ترى هذا الأمر. هو ده. أي. أيوة. كيف ترى أيوة. العلاقة بين الرجل والمرأة. لا. أيوة. لأن شريعتنا وضحت جميع الأمور التي الآن نحن نشتكي فيها موضحة فيها بطريقة أيوة. سليمة أيوة. وبطريقة مبسطة. نحن جهلنا هذا الأمر. أصبحنا جاهلين. أهملنا. أهملنا. فجاء بدله هذا الإنترنت الذي وضح لنا كل شيء على ملأ أمام الناس. لا وكمان وضح حاجات يعني أنيل من كده شيخ. وضح في بعض المواقع اللي هي المواقع الإلكترونية للأسف بتنشر أحاديث غير صحيحة أو منشورات دينية غير صحيحة وبالتالي حصلت بتحصل فتنة. فأنا حابة أعرف من حضرتك حاجة واحدة، إزاي ممكن نختار أو نستفيد من مواقع صحيحة؟ يعني منها نحصل أحاديث صحيحة، برامج دينية مفيدة بدون تحريف، كيف لنا هذا؟ شوفي الإنسان عندما يريد يقتني شيء نعم. يشتري شيء لابد أنه يبحث عن أفضل شيء، يبحث عن محلات ماركة في الملابس، عن أغذية صحية وطيبة في المحلات كذا. والدين أعظم من هذا كله نعم. يعني ينبغي المسلم أن يتخير من أين يأخذ دينه، لأنه العلم هو دين، فلينظر أحدكم من أين يأخذ دينه نعم. أوكي. لما أنا أريد أتثقف في الدين لابد أخذه من أهله، الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم. فلابد أنا أختار المشايخ العالميين المشهور لهم بالعلم والنزاهة والثقة نعم. أسمع لهم وأشجع أولادي يسمعون لهؤلاء. ألا ما أكثر الدعاة الذين وصفه النبي قال دعاة على أبواب جهنم، ما أكثر دعاة هؤلاء في عصرنا هذا؟ فيهم الجهل وفيهم خرافات وفيهم الانحراف العقدي والانحراف السلوكي والانحراف الفكري. يدعون الشباب إلى أشياء غير صحيحة. نحن نحتاج أن نستمع أول شيء إلى العلماء البارزين المشهود لهم بالعلم، علماء على مستوى العالم الإسلامي. هؤلاء نسمع لهم، نسمع إلى هيئات ثقة، هيئة كالأزهر، كهيئة علماء المسلمين، كهيئات ثقة، نأخذ منهم ديننا وفتاوانا في هذا العصر، لا نأخذ من أي واحد مجهول. هذا الأمر الأول. يعني الأمر الثاني، الآن الحمد لله رب العالمين كما أن الإنترنت مضار، وسائل التواصل مضار، وهي الآن انتشرت في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة واتساب هذا والفيسبوك أحاديث إما موضوعة وإما مختلقة ومخترعة وإما شرحها وفهمها غير صحيح نعم. تنزل على واقع ليس واقعها وفهم غير فهمها، وهذا فيه خطورة جدا جدا. وأنا أربع ونزه كل مسلم أنه يصل إليه حديث نعم. ثم يساهم في نشره دون أن يتأكد نعم. دون أن يتأكد. كيف أتأكد؟ هذا هو المهم. الآن عندنا مواقع على الجوجل في الانترنت، مواقع موثوقة نعم. تعطيك الحديث أصله وفصله، صحيح مكذوب، موجود غير موجود، وهم حقيقي نعم. مثل الدرر السنية، موقع اسمه الدرر السنية وفي موقع اسمه حديث دوت كوم. هذه المواقع كبيرة، تضع فيها طرف الحديث وكلمات من الحديث، وهي تخرجك الحديث بجميع أسانيده وجميع ألفاظه وصحيح وضعيف. الآن الأمور سهلة نعم. لماذا أنا في كل أمور أبحث في الإنترنت عن أشياء ولما يجي الدين أوزع للناس بدون أن أتأكد؟ لا أتأكد هل هذه فكرة صحيحة غير صحيحة، هل هذا الحديث صحيح غير صحيح نعم. خاصة إذا كنت لست من أهل العلم في الدين. أنا إنسان أمي، إنسان مثقف ثقافة غير دينية، لما يجيني مثل هذه الأشياء لا أساهم في نشرها قبل أن أتأكد. لأنك نعم. لو نشرتها أنت واحد من اثنين، إما إنسان هدى إلى هدى وله أجر من تبعه، وإما إنسان هدى إلى ضلالة وله إثم من تبعه إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير جدا. كل خير شيخ وضاح. مشاهدينا، الابتزاز الإلكتروني مشكلة كبيرة بصراحة، بتمثل أكبر تهديد يمكن أن يتعرض له الإنسان. فبين ليلة وضحاها يصبح الشخص تحت قبضة شخص آخر يقوم بابتزازه للحصول على مال منه. انضم إلينا الآن ملازم تاني السيد سهل عبدي، ممثل الشرطة الوطنية. أهلا وسهلا. الابتزاز الإلكتروني جريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
هذا يكون جريمة. بس اللي الآن ما يعني يجي لعندنا المركز الشرطة يشتكي عن هذا الموضوع. أيوة أنت عارف ليش؟ لأنه خاصة لو كانت فتاة وتعرضت للابتزاز الإلكتروني بتخاف من ناحية فضيحة ومن ناحية شرف ومن فكيف نتعامل مع الناس اللي بيتعرضوا للابتزاز الإلكتروني والاستغلال الإلكتروني؟ كيف نتعامل معهم خاصة لو كانوا خايفين؟ يعني إيش دور الشرطة هنا؟ من أول يعني قبل سنوات نعم ممكن تحصل هذا يعني يخاف ولا يحفظ كرامته عرضه نعم ولو هو يعني أي. صاحب المشكلة أي. بس الآن معنا الحمد لله مركز خاص لهذا الموضوع نعم وأول ما يجي المشتكي نحن يعني نرحبه نعرفه إنه هذا من حقه ومش يعني إنه يخاف ولا إحنا يعني المفروض موجودين لحماية الشخص أول شيء نعم وحماية عرضه أول ما نفهمه يفهم الإنسان يروح فين يكون موجود الحق ويجي لعندنا. طيب يعني مثلا واحد اتعرض سواء كان يعني مراهق ولا مراهقة ولا إنسان عنده منصب كويس وناس دخلوا على حسابه وأخذوا واستغلوه بحيث يفضحوا وحاجات بتحصل كده، إيش المفروض يعمل هذا الشخص اللي تعرض للابتزاز؟ كيف ممكن يلجأ للشرطة؟ إيش هي الإجراءات اللي ممكن أروح للشرطة وأعمل إنه هناك في تحرش حصل لي عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميل؟ إيش هي الخطوات اللي أعملها عشان أجي عندكم وأبلغ؟ بالمناسبة معانا رقم طوارئ. نعم. ممكن يعني صاحب المشكلة ما فيش عنده رصيد داخل تليفونه. نعم. ولا تليفونه يعني مش عنده شريحة. نعم. معانا رقم كان من أول بس الآن في إعادة تشغيل. نشغله بعد أسبوع إن شاء الله تقريبا. اسمه 999 أو سيرفيس اسمه سيرفيس 99. احنا هنعيد عشان المشاهد الرقم 999 ايوه او 999 نعم تريبل نيف نعم بالفرنسيه هذا رقم طوارئ ومجان اول ما يتصل خلاص نعرفه من اين موجود هذا الشخص واذا ما فيش عنده رقم يدي لنا البياناته إذا هو شخص يعني ممكن يجي لعندنا مركزه نقول له تعال عندنا إذا هو خائف ولا يعني يكون الأمر بينكم وبينه خلاص يعني يكون أمر سر يعني نعم مش إحنا كالشرطة يعني نفضح الأمور نعم إحنا حماية المواطنين نعم. أول شيء وأقول لهم يعني للشعب ما يخافوش إحنا تحت خدمتكم يعني في الحالة دي الشخص اللي يكون معرض للابتزاز بيجي يعمل محضر عندكم عندنا أوكي. ولا يخافوا تمام والنظام ده هيبدأ من متى بعد أسبوع يعني رقم الهاتف 900 وكم قلت لي 999 يعني 999 هتبدأوا تبدأوا من إمتى يعني من إمتى هيبدأ يشتغل نظام تليفون الطوارئ رقم الطوارئ يعني بالكثير 6 أيام تقريبا تمام سيتم تشغيله كان من أول موجود نعم. الآن إعادة تشغيل نعم. نشغل تقريبا يعني ما فيش مشكلة أي واحد يتعرض لابتزاز إلكتروني ما فيش أي مشكلة الشرطة الوطنية بتتعامل ووظيفتها وواجبها قبل كل شيء هي حماية المواطنين سواء مراهقين أو ناس بالغين ما تترددوش أبدا لأن الواحد لو يسكت مرة حيتنازل عن حقه ليه والشرطة موجودة أساسا وحيكون موضوع سري بينكم وبينهم أي واحد يتعرض لحالة ابتزاز إلكتروني أو تحرش الشرطة الوطنية موجودة والأباء كمان موجودين لازم نسر الأسرة لازم أي حاجة نتعرض لها لازم الأسرة يعلموا بها طيب بالمناسبة يعني نعم بالمناسبة على
الرقم الطارئ هذا مش خاص لهذا الموضوع بل لأي شيء، بأي شيء حريق ولا جماعة يوقفوا الشوارع، نعم أي حاجة رقم طوارئ يعني مش خاص للموضوع هذا، مشغبات أو حرائق أي حاجة أو أي حاجة أي حاجة ويشتغل هذا السيرفيس خدمة يعني لهذا القسم خلال 24 ساعة مفتوح، نعم. يعني أي وقت، نعم. ما نغفل في يعني ثلاثة سيرفيس ما نروح، يعني هو شغال 24 ساعة 24 ساعة، نعم. جماعة يفتحوا الساعة 6 صباح، نعم. لا ساعة 2 الظهر، نعم. جماعة ثانية يجوا ساعة 2 الظهر إلى ساعة 10 الليل، وجماعة ثالثة من 10 الليل إلى الساعة 6 صباح 24 ساعة بالتناوب. أيوة. وفي حاجة ممكن يعني خدمات تانية ممكن تقدمها الشرطة غير هذا الشيء؟ يعني هل في دور أكبر أو إضافة لدور الشرطة غير حالة الطوارئ حاليا؟ يعني ده أحدث حاجة دلوقتي اللي هو الرقم لحالة الطوارئ لأي شيء، لأي شيء، لأي شيء، أي واحد، نعم. معاه يعني أي حاجة خائف مثلا ساعة 2 بالليل 3 الصبح حدث حادث ولا حادث مرور في الشوارع موجودة. في الشرطة موجود، نعم. تواصلوا معنا احنا نقول يعني في أنت موجود مكان فلاني في قسم الشرطة أقرب مكان الشرطة، نعم. نرسلهم، نعم. إذا ما يحتاج إذا يعني قصدي حاجة أكبر هذا، نعم. معانا فريق طوارئ داخل موجود داخل المعسكر، نعم. إذا ما تكفي مثلا حاجة قريبة يعني يكفي 2 عسكر 3 عسكر أقرب مركز الشرطة، نعم. إذا حاجة أكبر أكثر تحتاج 3 سيارات 4 سيارات معانا أكثر من 200 نفر موجودين داخل المعسكر 24 ساعة. نعم. 24 يعني ساعة. يعني جهد كبير كبير. جهد كبير مرة. جهد كبير. أيوة. والمدير عام الشرطة الكولونيل عبد الرحمن علي كاهن. نعم. هذا المركز يفتحها يعني بسبب خدمة الوطن قبل كل شيء. كان موجود من أول بس تم توقيفه حاجات داخل المعسكر، الآن سيتم فتحه خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. وأربعة وعشرين ساعة مفتوح ولا نغلق، مناوبة يعني. نعم. لا إحنا بنشكر دور الشرطة الوطنية والصراحة نعجز عن شكركم، يعني نعطيكم أكبر من اللي تستحقوه، لكن دورنا البسيط هو إن إحنا نشكركم على خدماتكم. والحمد لله وطننا في أمن وسلام واستقرار والحمد لله. يعني حتى الحاجات اللي بتحصل من حالات التحرش دي الحمد لله إن إحنا حاجة بسيطة يعني، فإحنا دورنا اليوم إن إحنا نعطي فكرة مبسطة اللي ممكن كلنا كمؤسسات جنب إلى جنب كيف نحمي شبابنا البالغين المراهقين أو غيرهم من مخاطر الإنترنت، فقط مخاطرها ونحاول التقليل منها. وبصراحة ما سكتش عن الموضوع ده وزارة المرأة والأسرة، وزارة المرأة والأسرة خلال الأسبوع ده عملت مجهود جامد جامد جدا. محمد وضح لي الأمر ده، حملة توعوية جامدة من قبل وزارة المرأة والأسرة بالنسبة للتعريف عن أضرار ومخاطر الإنترنت وبصفة عامة اللي هو الفضاء الإلكتروني اللي أصبح للأسف عدم سوء يعني سوء استخدامه جاب مخاطر كثيرة لنا. فحب أعرف بعدما شعر الآباء والأمهات، نعم. وأغلب المجتمع، نعم. بخطر الإنترنت، نعم. على الأطفال قامت الوزارة وزارة المرأة والأسرة بتعاون مع وزارات مختلفة مثل وزارة الشباب والثقافة، نعم. ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، نعم. ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة أخرى مع منظمة أنسي قامت حملة توعوية وتوجيهية من تاريخ 17 يناير إلى 1 فبراير، نعم. كانت هذه الحملة موجهة على الشباب المراهقين وعلى الكبار،
عملنا توعية في أماكن مختلفة وكثيرة في العاصمة وفي المحافظات. ذهبنا إلى المراكز المجتمعية في المناطق الثلاثة في العاصمة وعملنا برنامج توجيهي ونبهنا على الشباب المراهقين بخطر الإنترنت. الإنترنت لو استخدم بطريقة غير جيدة يكون خطره أشد وأكبر. لنبهناهم وقلنا الإنترنت لو أردتم أن تستفيدوا منه تستفيدوا منه، لكن لو أردتم أن لا تستفيدوا وتعملوا المشاكل يعني يسوي مشاكل من نكون ننبههم المشاكل الصحية التي يسبب هذا الإنترنت. ومشاكل أخرى مثل آلام الرقبة لما يشوف الولد الإنترنت في أوقات كثيرة يسبب مشاكل صحية على رقبته ويعمل أيضا على الإرهاق وتدني مستوى جودة النوم وأشياء أخرى. نبهناهم ورحبوا هذا الموضوع وبمشاركة الآباء، استدعينا الآباء بمشاركة وقلنا لهم لازم تنبهوا أولادكم فليبلغ الشاهد على الغائب لذا كانت حملة مكثفة. استمرت أسبوعين، لكن أسبوعين لا تكفي، تحتاج إلى وقت طويل سنة. حملة مكثفة وكانت دسمة كمان. وكانت دسمة كانت دسمة ولها فوائدها. كان العلماء من الأوقاف موجودين معنا كانوا دائما يوعظونهم من ناحية الدينية. لأن بعض المواقع التواصل الاجتماعي تسيء الأخلاق. وفي بعض المواقع تجند الشباب. ده اللي اتكلم عليه الشيخ وضحك. تجند الشباب وتسفرهم إلى الخارج أو تخلد مفاهيم الإسلامية وينشرون أفكار أخرى ليست وكمان تسوء العادات. نبهناهم وشرحنا لهم وبينا لهم والحمد لله قالوا استفدنا ونحتاج أضوى أكثر. يعني هي الحملة التوعوية دي لمدة أسبوع يعني أثمرت نتائجها. أثمرت نتائجها. إحنا بنحاول يعني جميع المؤسسات الدولة إن إحنا نكثف جهودنا لأنه ده موضوع مش سهل وقبل ما يخرج عن السيطرة يعني بنحاول نلمه. ده بالنسبة للألعاب الإلكترونية اللي عملت تشويش للطفل أصبح عنيف وأصبح يحب العزلة والوحدة، عايز يكمل لعبته سواء بلايستيشن سواء ألعاب إلكترونية على الهاتف سواء على النات. إيه الموضوع؟ إيه الأخطار وإيه النتائج وكيف نمنع أولادنا ونختار لهم ألعاب حلوة ممكن يستفيدوا منها، ألعاب ذكاء ينموا منها يعني ينموا منها مهاراتهم؟ كيف ممكن نتحكم في الألعاب الإلكترونية اللي بتعرض؟ كيف ممكن نوجه الطفل إنه يختار الألعاب الحلوة لي البعيدة عن العنف؟ الألعاب الإلكترونية التي نشوفها على الإنترنت والأماكن الأخرى لها أهداف بعيدة المدى. أيوة. هذه الأهداف تتعامل مع مستوى العمر الطفلي. لكل فيلم أو لكل لعبة لها أهداف تخص فئة عمرية محددة. وزارة الثقافة تعمل برامج متعددة لمحاربة هذه الأفلام وهذه الألعاب الإلكترونية. تعمل مسابقات ثقافية. تعمل برامج رحلات إلى الخارج، أقصد يعني إلى السواحل وإلى القرى المجاورة. حتى تشغل الأولاد عن هذه الألعاب والأولاد ترجعهم إلى ثقافتهم التراثية الأصلية، تعلمهم الثقافة التراثية الأصلية. والأولاد يعيشوا بين الثقافة العصرية التي هو الآن يعيشها مع الثقافة القديمة التي هي أم ثقافته. لأجل ذلك الوزارة الآن قامت ببرامج كثيرة عدة تعمل تعريف الشباب المراهقين
للألعاب الفلكلورية، نعم، للثقافة التي أصبحت منسية، الأشياء التي كان يصنعها الآباء والأمهات التقليدية، مشاهدة بعض الرجال الكبار، أمهات الكبار التي تتحدث عن التراث القديم، نعم، وما هو التراث القديم. الوزارة تقوم بأشياء عديدة وكثيرة، حتى أنها تعمل مسابقات بين الأولاد. الولد الذي يأتي بتراث يتماشى مع العصر والقديم تعدي الوزارة جائزة قيمة. حلو. هذا شيء جميل ونفتخر به كوزارة الثقافة. الألعاب الإلكترونية أيضا لها دور يفيد الأولاد. الولد عندما يتعامل مع هذه الألعاب يشغل مخه وعقله. من هذه الناحية الألعاب مفيدة. مفيدة أيوة. ولكن من ناحية أخرى مضرة. مضرة. أيوة. مضرة. في الأجل ذلك الوالد لابد أن يتعلم ما هي اللعبة المفيدة وما هي اللعبة المضرة. يعني رجعنا للوالد. 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 لأنه هو الأصل. هو الأصل. صحيح أيوة. هو الأصل. ويختار بين الألعاب اللعبة المفيدة للولد هو الوالد يختار. نعم. ويوفر للولد. نعم. بدل ما الولد يبحث من صديقه ومن المدرسة من الجيران من الشارع. الوالد يوفر له هذه لعبتك اليوم، هذه لعبتك غدا، هذه لعبة بعد شهر، هذا بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات. والولد يشتغل برنامج مع أبوه مع أمه يتماشى، ولن يضيع الولد بإذن الله إذا تماشى الوالد مع ثقافة العصرية. صحيح. مرتبطا بثقافته الأصلية القديمة، التراثنا القديم الأصيل، حتى الولد يسير كما سار أنس بن مالك. أنس بن مالك كان صغير سن عندما هبت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هو يتحدث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عملته معه 10 سنوات، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدم له 10 سنوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة 10 سنوات ما قال لي لما فعلت يا أنس هذا الأمر، ولماذا لم تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له 10 سنوات لماذا فعلت هذا الأمر ولماذا لم تفعل. كان بيتماشى مع عقليته، ده اللي يحصل مع عقليته. لازم نتماشى مع عقلية أبنائنا يا أخوانا، لازم نتماشى مع مستوى عقلية أطفالنا، ننزل لعقليتهم ونتماشى معهم ونسايس مراهقينا ونفهم ظروفهم كمراهقين، لأن احنا في يوم من الأيام كنا مراهقين ومراهقات. الأوامر ما تنفعش. بالإضافة لازم لازم المسيرة والاحتواء. لازم نحتوي شبابنا، نحتوي مراهقينا، نحتوي أطفالنا. وزي ما أنا قلت اشتركنا كلنا إيد بإيد جنب الجنب من ناحية الدين ومن ناحية الثقافة ومن ناحية التربية والأسرة ومن ناحية الشرطة الوطنية اللي أنا بحييها تحية خاصة وتحية عامة على دورها الكبير. لولاهم احنا ما كناش موجودين. الشرطة الوطنية بتلعب دور في جميع المجالات، لهم أرق وأجمل تحية مننا. ولينا لقاءات أخرى وأنا بشكر ضيوفي، وبصراحة كنت أتمنى أن الحديث الشيق ده يطول، لكن إن شاء الله في حلقات أخرى. وبشكركم وإلى اللقاء.